حياكم الله من جديد. الرسم من الفنون الجميلة ذات المجالات الواسعة والأنواع العديدة واللي تعتمد جميعها على الإبداع. واليوم معنا الرسامة نينا ناصر حتى تكلمنا عن واحد من هذه الفنون وهو البوب مودرن والفري ستايل. يسعد صباحك. صباحك. سلمت يا نينا وحياك الله معنا. أنا أعشق الفن والريشة بصراحة لأنها تنقش الإبداع اللي داخل الفنان نفسه. فإذا أنا بروح معك لسؤال، الإبداع أي فطرة من خلال الرسم ولا دراسة ولا تدريب؟ هو الدراسة بس الفطرة طبعا تلعب دور كبير. بس أنا ما درست الرسم. ما درستي؟ لا ما درسته. يعني حدي كانت نشاطات المدرسة وشي سوالف بس. وبعدين اعتمدتي فترة تدريب؟ أكيد تدريب. ومشيتي بهذه الهواية فترة طويلة؟ إيه للحين. طيب إذا بنتكلم عن الفنون، فنون الرسم كثيرة ومتنوعة، خلينا نتكلم عن البوب مودل والفري ستايل. شنو معناتهم؟ كل كثير يغيب عن باله شنو يعني تقصد بالبوب مودل والفري ستايل؟ البوب مودرن يصير نفس يصير كرتون. يعني مثلا انت نفسك تقدر رسمت بس يرسمت على شخصيه نفس شلون رسمت حركه صحيح شي كرتون. الفري ستايل يعني من اسمه فري ستايل يعني ما يقيدك بشيء، ماكو قواعد تلتزمين فيها. اكثر نوع من الارت تعبرين فيه عن نفسك. حلو. يعني من خلال هذه الهواية اللي انفطرتي عليها وحبيتيها بلشتي تبدعين في هذا المجال وحبيتي البوب مودرن بشكل أكبر، تميلين حق البوب مودرن ولا تميلين حق الفري ستايل؟ الفري ستايل أكثر. أكثر شيء. إذا أنا معاي الحين هذه اللوحة، هذه شنو تحكي؟ أي نوع من اللي هذه تعتبر من الفري ستايل؟ حسيت البوب مودرن اللي هي عن الرسوم المتحركة ممكن تحطي معها قصة مثلا؟ اي 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 تكون شيء قصة. حلو حبيت. نفس الكوميكس شيء سوالف. حلو. ممكن يكون من هذا، بس هذه فري ستايل. هذه رسمتها تاريخ 25/2. حلو. اللي هو يوم العيد الوطني. العيد الوطني. حبيت. فكانت فكرتها رسمتها بالبالونات الوان مائية. حلو. حطيتها داخل بالونة وبطيت البالونة باللوحة وطلعت شذي. إيه وطلعت شذي. فوقها رسمت القلب اللي هو نبض القلب من الكويت. إيه هي الفكرة شلون الاحتفال، شلون الحين إحنا قاعد نحتفل بالبالونات، قاعد نحتفل بشوارب الماي صحيح سوارب. أيه. ففكرت أحتفل بالبيت بألواني بشكل آخر. يس. هذه النتيجة. وايد حلو. يمكن هذه الهواية بعض ساعات الناس من تحترفها خلنا نقول ممكن تدخل فيها بمشاريع كثيرة. فكرتي إنك تدخلين تعملين مشاريع من خلال هذه الهواية اللي انت تمتلكينها؟ فكرت مشاريع وفي يعني جت فتره كنت ابيع لوحاتي وكنت ارسم على الطلب. حلو. بس الحين وقفت. ليش؟ لانه اول شيء ما عندي وقت. اي عادي. وقاعده ادرس وتخصصي حيل بعيد عن الارت. حلو. فوقفتي هذه السالفه. اي وساعات يعني ابي ارسم ما احب اتقيد بشيء او احد يقول لي رسمي كذي سوي كذي واكون ملتزم ولازم يعني ما احب ارسم شيء مفروض علي. اي مفروض علي وانا ما ابي ارسمه. حلو. او يكون ما عجبني او شيء. ترسمين طبقا للحدث اللي يصير ولا انت من كيف اجتيج فكره وخلاص بترسمينها؟ تجيني فكره، تجيني الالهام اكثر شيء من اغاني من الاشعار. حلو. يصير فيني أقرأ جملة أبي أرسمها. حلو حبيت. شذي. إنزين في فيديو كنا معانا يا بر، خلينا ننزل خل تشوف نينا وتعلق عليه. خل نشوف هذا الفيديو. هذا الفيديو نينا. هذا شغلك. كلمينا عنه. استخدمتي سشوار هني؟ سشوار أي. ألوان شمعية. أي. حبيت. اي حددت حددت الرسمه اللي برسمها باللزاق، اللزاق الورق. ورسمتها بالوان شمعيه نفسها تاخذينها وتذوبينها بالسشوار. حلو. اي فالطشار مال السشوار هو عطر. اللي هو الهواء مال السشوار يعني نثر مال الالوان الشمعيه نفسها. ايوه هواء السشوار. أي. نثر الالوان وعطانا. أي. هذا الشكل. فكرتي ترسمين بالرمل هم بعد نفس الطريقة حسيت؟ اي فكرت بس ما ابي احرقها الحين. انا شفت الموضوع. زين شاركتي في معارض معينة نينا؟ بالمدارس يعني نشاطات مدارس. بس عقبها للحين ما، ان شاء الله الشهر الجاي راح يكون عندي ماي اون جيرلي ان شاء الله. حلو وايد حلو. زين في حال مثلا انا جيتك وابيك تسويني بالبوب مودرن وتسويني على هيئة كارتون وتحطي لي قصة وكذي، وأنا طلبت منك هذا الطلب، فيك تسوينه ولا أنت تحسين هذا الشيء مطلوب منك وممكن ما تسوينه؟ لا أسوي عادي، أنا أسوي للحين يعني حق ربعي، حق الناس اللي أعرفها، حق ناس أنا أبي أرسمها.
اي بس انه يعني شي إن ناس شي راندوم لا ما وقفت. لا حاولي تفكرين ان هذه إن الاشياء يمكن تجذب الناس كثير، وخاصه الناس تحب تشوف شكلها في اشكال كثيره. إيه؟ فمن خلال الرسم ممكن حتى تفتحي لك مشروع في هذا المجال، ونرجع لمشروعك اللي وقفتي وتستمرين فيه. لينا انا ابيك ترسمين الحين لايف على الهواء وتورين السادة المشاهدين شلون ممكن نينا تستخدم طريقتها الخاصة في البوب مودرن والفري ستايل. راح يكون معنا إن شاء الله اليوم. اسم الله، حسيت من خلال تكنيكك في استخدام الألوان عندك إبداع أيضا في خلط الألوان، تذويبها، يعني هذه الشمعية شلون فكرت إنك تطشرينها أو تلونينها، التفافيخ شلون فجرتي اللون من خلالها. فوايد حبيت إبداعك. اسم الله. Thank you. هذه الحين الألوان شو نسميها؟ أكريليك. الأكريليك هذه؟ أوكي. نشوف شو راح تطلع لنا الطريقة. حسيت أنها سمة بتكون صح؟ إيه. يعني؟ إي جالكسي. حلو، أوكي. طبعا. أسود. هذه اللوحة إن شاء الله راح تكون معنا في صباح الخير الكويت، أكيد راح تكملها لنا اليوم نينا ونشوف إبداعها في لوحاتها ونهجها المتميز في الرسم واختيارها للبوب مودرن والفري ستايل. نروح حق نجيب يابر، يلا نروح حق نجيب نشوف شنو عنده من اخبار، وبنرجع ان شاء الله حق نينا اكيد ونشوف وين راح توصل في لوحتها في صباح الخير الكويت اللي راح تزين اكيد استوديو صباح الخير يا كويت. نجيب يسعد صباحك. حياكم الله من جديد مشاهدينا، يمكن وصلنا معاكم الى هذه اللحظه الجميله اللي فيها الصوره اللي رسمت وتكملت من خلال انامل الرائعه نينا. نينا رسمتي وتحتاج وقت انها تنشف شوي، وانا انا ادري اي، بس كلمينا عن قصتها هذه الرسمه. ايد اعتقد انها ايد ناس قاعده تسحب، قاعده تبطل صفحه حق صفحة ثانية حق الفضاء، انها تدخلك عالم ثاني. وفضاء جميل، في وايد اشياء جديدة ممكن تكون. أيه. وفي نجوم معانا، وفي سماء جدا جميلة، وفكر او ابداع او تخيل لحياة جديدة خلينا نقول. ممكن. واطلاع الى خيال اوسع. من خلال الفن الفري ستايل، هذا يسمونه الفري ستايل، يختلف تماما عن البوب مودرن اللي هو قلنا الكارتونز او القصص. أيه. اللي ممكن تتجسد على اللوحات. شنو حابه تضيفين على هذه الرسمة بعد ما تكتمل؟ راح تصير هذه نجوم صح؟ اي لازم تنشف، وراح ازيد عليها طبقه ثانيه وراح تندمج الوان اكثر من كذي ويصير لها مناشفه. صح. ولما تنشف بعدين راح اسوي عليها النجوم تكون اصغر من كذي. حلو حلو، بس انها معطيه الايحاء ومعطيه التصور للي قاعد يتابع انه في ايد قاعد تشق من السماء ومن الفضاء تطلع الى عالم جميل. شكرا لك نينا وجودك معانا، واتمنى لك التوفيق يا رب العالمين. ناخذك معانا ونروح حق الشيف سامي ونشوف شنو مسوي على التراب وقاي معانا. اوكي حياكم الله. حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. حياك الله، حياكم الله عقب الرسمه الجميله. حياك الله نينا. تفضلي. بنختم مع الشيف سامي. وش اللي وصل له انت بديتي معه؟ اي الشيف سامي، هذا اعتقد الفته صارت حاضره. الفته جاهزه وحكينا عنها كيف بال ايوه من خلال البرنامج. الحلو اللي ما حكينا عنه شنو هذا؟ تين. هذا تين دراي ناشف. ناشف اي. محشيناه النتس اللي هو الولنس الجوز عين الجمل. حلو. وقرفه وسكر. حلو. هذا يعتبر حلو تركي ها؟ حلو تركي نعم. اها لعشاق الحلو التركي، هذا يعتبر من الحلو التركي اللي هو التين الناشف المغطى بالشيره مثل ما نقول او القطر. مع حشوه اليوز اللي راح تكون اللي هو يسمونها عين الجمل كذلك. شفتها ما شاء الله عليها تسوي بيدها، يعني معناتها انه شغل بيت محترفه. اكيد قواكم الله. شكرا لك يا شيف، ونتمنى ان شاء الله لكم يوم جميل مشاهدينا من خلال صباح الخير الكويت ومتابعه جدا شيقه لبرامج تلفزيون دوله الكويت راح تكون ان شاء الله عبر اليوم البيت العامر الكويت. مناصر كنا معكم وكون دايم. شكرا لكم، مع السلامه. شكرا ايضا للرسامه نينا ناصر بدون شك، وشكرا للشيف سامي حيمور. حتى نلتقيكم نحن وانتم في رعايه الله، الى اللقاء.